انا الاول اذا ما وقفت معايا الحين متى توقف معايا؟ لان صرت اتكلم على الجمهور. اي طبعا اتكلم على مين؟ انا كنت بسالك سؤال، انا ما في متصدر في العالم كله يحضر له 5000 الا جمهور النصر. والله هذه مشكله، انا اعتقد انه العام الماضي عشان الهلال كان ينافس النصر كان الجمهور يحضر. ليه؟ انتوا توقفوا مع ناديك. طيب انا اجلس مع نصراويين كثير واشوف نصراويين في العمل في الطريق في الاستراحه، المستوى يقولون مو زي العام يا اخي. طب سؤال، هم فنيين؟ لا. مدربين؟ يا اخي انت مش يعني مالك دخل في طريقه المستوى، انت تجي تساند فريقك بغض النظر فاز انهزم، انا اوقف مع فريقي. لا ما هم محللين. احضر ساند فريقك، ساند نجومك اذا تبغاهم ياخذون الدوري، او اقعد حلل في الاستراحات. زعلان منهم؟ طبعا عتب، ما هو زعل، عتب. سمو الامير داخل النادي حديث يعني منتشر انه حسين عبد الغني، هذا الشق الاول، حسين عبد الغني طلب منك انه يتكفل بعلاج ابراهيم غالب، هذا الشق الاول. الشق الثاني، طلب مني؟ اي هل محمد السهلاوي فعلا تكلم المدرب عن اعتذار عن ركلات الجزاء؟ اولا ما يحتاج احد يطلب مني اني اعالج نجومي. لا طلب منك انه هو يتكفل بعلاج. لا غير صحيح. هذه احاديث ما ادري من يطلعها، لكن وبالنسبه للسؤال الاخر ان محمد السهلاوي، هذا شيء راجع للمدرب، ما ادري اذا سالتوه ولا ما سالتوه في المؤتمر الصحفي. اذا ما سالتوه يمكن عنده مؤتمر صحفي بعد بكره اساله. طيب اقوى مباراه قريبه لكم في الدوري هو مع الاهلي وعلى ارضكم، هل ستطلبون طاقم حكام اجنبي؟ قد طلبنا وخلصنا، ما يحتاج. وفي مباراه اخرى بعدها بنطلب فيها حكام اجانب. طيب اخر المباراه الاهلي والشباب، تفوق الاهلي ما قرب من ما لي دخل في الاهلي، انا اللي دخل في نفسي، ما ناظر ورا ناظر قدام. لما العب مع الاهلي افكر في الاهلي ان شاء الله.